تكونوا بخير وصحة وعافية. نفس ما انتم عارفين بالفترة اللي طافت، اذا كنتوا بتابعيني بسناب شات والانستغرام، اني انا ما شاء الله ما قاعد اقعد بالكويت من سفرة للثانية، قاعد اسافر شغل مع ماركات، فسفراتي صايرة وايد ورا بعض، فمو قادرة اروح صالون اسوي اظافري. وخلال سفراتي اخذ معاي اظافر تركيب اركبهم واشيلهم. اول شيء وايد انظف من اني انا اشيل صبغ ورد احطه مرة ثانية. ثاني شيء العملية جدا سهلة. ثالث شيء كل يوم اقدر احط اظافر غير عن اليوم اللي قبله، وطريقة حطهم وشيلهم جدا سهلة، الحين راح تشوفون بالفيديو. ليش قررت اسوي فيديو باليوتيوب عن هذا الموضوع؟ سجلنا في فيديوهات وايد باليوتيوب يتكلمون عن موضوع تركيب الأظافر وشيلهم، لكن البنات بالسناب شات سألوني قالوا لي ليش ما تسوين فيديوهات على سناب شات طريقة تركيبك أو شيلك حق الأظافر. فقررت أن أنا أسوي باليوتيوب، لأن يوتيوب فيديو موجود على طول، ما راح ينمسح نفس سناب شات بعد 24 ساعة، فيصير الفيديو بيوتيوب نفس مرجع ممكن أنكم تردوا له أي وقت تحتاجونه، أو حتى تسوون كوبي وتدزونه حق ربعكم إذا حابين أنكم تعلمونهم شلون يركبون أظافر. أول شيء راح أبدأ أقول لكم شنو الأنواع اللي استخدمتها سو فار من ماركات الأظافر. طبعاً مو ملزومين أنكم أنتوا تختارون أو تستخدمون نفس البراند اللي أنا قاعدة أستخدمها، تقدرون تستخدمون أي براند ممكن أنه تمر عليكم وتعجبكم، فعادي حتى لو كانت وايد غالية أو وايد رخيصة. الحين راح تشوفوا البراند اللي عندي مجموعة، وفي منها الغالي وفي منها الرخيص. أول أظافر استخدمتهم وهم اللي عرفوني على العالم الأظافر، هذول الأظافر من H&M، تكلمت عنهم في واحد من فيديوهاتي اللي هم favorites، يمكن كان هذا واحد من my favorites. ليش هذول my favorites؟ هذول خذيتهم معاي لما رحت أمريكا، كنا قاعد نصور فيديوهات حق نيكس. نيكس نفس ما أنتم عارفين ماركة فانكي فان، فيها ألوان وايد، فحبيت إنه وإحنا قاعد نصور الفيديوهات أظافري تكون مطابقة حق روح البراند، فهذولا أو هذه الألوان كانت مناسبة جدا. والحلو بالأظافر مالوت H&M إنهم press on، يعني ما تحتاجين تحطين صمغ. هذولا الأظافر البريس اون ما أنصح فيهم حق استخدام يومي، أنصح فيهم حق فوتوشوت تصوير كذي أشياء، لأن بسرعة ينشالون لأن ما فيهم صمغ قوي. فهذولا ينفعون حق نفس ما أنا سويت فوتوشوت، هذا صورت فيه أذكر صورة حق بورجوا كنت ماسكة فيه هذا، فيلفتون النظر وايد حلوين حق فوتوشوت. لكن حق ممكن حق حفلة سريعة كذي، بس حق استخدام يومي يعني تحطينهم تطلعين لا راح ينشلعون بسرعة. ثاني ماركة حبيتها وخذت منهم وايد برايمارك. برايمارك عندهم سكشن في أظافر، فخذيت مجموعة منهم. من أحلى الماركات اللي استخدمتها بالأظافر واللي لما حطيتها بسناب شات كلكم سألتوا عن ماركة أو براند الأظافر اللي هما كيس، وايد ينونون. هذول خذتهم من أمريكا بآخر سفرة لما رحت مع نيكس من الدروغ ستور أو من الصيدلية. ممكن تطلبونهم أونلاين أتوقع، ما أدري وين متوفرين هني بالكويت، راح أحاول أدور وأشوف وأقول لكم. لكن من أحسن البراندز اللي استخدمتهم، لأن أول شيء تقدرين تستخدمينهم أكثر من مرة إذا حافظتي على شلون تشيلينهم. إذا شلتيهم بطريقة نظيفة ممكن تردين تستخدمينهم مرة ثانية، وأيضا شكلهم جدا طبيعي، ما كأنك حاطة أظافر تركيب. الحين راح أوريكم شلون تهتمون بأظافركم قبل لا تحطون الأظافر عليهم. أول شيء راح ننظف الأظافر بأسيتون. أنا أسيتوني من سالي هانسن لأنهم دزولي باكج من فترة، فراح أخذ قطنة وأنظف أظافري بالأسيتون. بعد ما نظفنا أظافرنا بالأسيتون، طبعا أنا لأني توني شايلة أظافر تركيب ثانيين ففي شوية صمغ على أظافري، شنو راح نسوي الحين؟ الحين راح نهتم شوية بنظافة الأظافر، فراح ننظفها بمجموعة أدوات. هذه مجموعة الأدوات هذه راح تلاقونها بهذه المجموعة من سالي هانسن، أو تلاقونها بهذه المجموعة من H&M. شنو الأشياء اللي راح نستخدمها؟ راح نستخدم مقراضة، راح نستخدم هذه الأداة عشان نشيل باقي الصمغ، راح نستخدم المبرد، و
هذا الشيء اللي يهتم في الظفر. أنا راح أستخدم مجموعة سالي هانسن. أول شيء نحط أظافرنا بماء دافي عشان نفس ما قلت لكم نرطب الأظافر ونلين الصمت اللي موجود عليها. بعدين راح ناخذ هذه الأداة ونشيل المتبقي من الصمغ. طبعا احسن انكم تقصون كل اظافركم قبل لا تحطون اظافر التركيب عشان اذا قلبتوا اظافركم بالاظافر التركيب ما يبينون اظافركم من داخل. لكن بالنسبه لي انا ودي ان اظافري تكون بهذا الطول الطبيعي عشان اي وقت اقدر اشيل اظافر التركيب وممكن ان انا اصبغ اظافري. بعدين اذا قصيتوا اظافركم اخذوا المبرد وبردوهم. بعدين راح ناخذ هذا المبرد، ما ادري شنو اسمه، بس راح نمشي على الستبس ملوته عشان ننعم الاظافر من فوق. بكذي نعمنا الاظافر وخليناهم يتذهبون انهم يستقبلون الصمغ عشان نلزق عليهم الاظافر. قبل لا اخر خطوه نلزق الاظافر، اذا في اي زوايد جلد حوالين الاظافر تقدرون تشيلونها بكذي اداه. بس طبعا مو تشيلون كل شيء، شيلوها من فوق. يعني مثلا انا هنا عندي شويه جلد فراح اشيلها بهالطريقه بس عشان ننظف حوالين الاظافر عشان اذا حطيناهم تصير الايد نظيفه. لا تحاتون اذا حوالين الاظافر جاف، بعد ما نركب الاظافر راح نرطبه. الحين الايد مستعده حق استقبال الاظافر. هذه النوعيه من الاظافر ما تحتاج اي برد فراح نبطلها. الاظافر راح يكونون مرقمين، راح تشوفون اول ما تشيلون الظفر تقلبونه راح تشوفون الرقم هني فوق. أول شيء تشوفون الأرقام المناسبة حق الإيد اليمين أو اليسار، بعدين تشوفون الأظافر المناسبة حق الإيد الثانية. نوعية الصمغ اللي احنا بنستخدمها استخدموا أي نوعية صمغ أنتوا تحبونها، لكن أنا أحب هذه من كس اسمه برش اون. ليش احبه؟ لان لما تبطلونه يصير كنا صبغ. فتبطلونه تاخذونه وتحطون على الظفر بهذه الطريقة. بعدين ناخذ الظفر ونحطه كذي. ونضغط عليه. وهكذا راح نسوي نفس اللي سويناه هني على كل الأظافر. إذا ما عندكم نفس هذا الصمغ، إذا عندكم الصمغ العادي راح تبطلون الصمغ، تحطون الصمغ على الظفر. أنا أبدي من تحت لفوق وبعدين تلزقونه. أوكي، بعد ما نركب الأظافر طبعا ما ننسى الجفاف اللي حوالين الأظافر عشان نخليهم هيلثي وشكلهم أحلى. راح نرطبهم بأي مرطب أنتوا تبونه حق حوالين الأظافر. عندنا هذا من بورجوا، هو زيت بس تاخذونه وتحطون الأظافر فيه. أو هذولا من هذا من أوبي آي وهذا من سيفارا. كذي خلصوا أظافرنا اليوم. شلون تشيلون الأظافر؟ ماكو أسهل من كذي، تحطونهم بماء دافي وبعدين تاخذون هذه وتحاولون انكم تشيلونهم كذي وينشالون.
وايد سهل موضوع شيل الأظافر، وايد أسهل من حطهم. بس أول ما تشيلون أظافركم تحطونهم مرة ثانية بماي دافي، تردون تسوون نفس الحركة إنكم تشيلون الصمغ اللي على الأظافر وبس خلصنا. إذا كنتم مسافرين أو إذا شغلكم يتطلب منكم إنكم تشيلون أشياء ثقيلة أو شيء، خلوا الصمغ بجنطتكم عشان إذا طار أي طفر تأخذونه وتلزقونه. أنا كذي أسوي بالسفر، الصمغ دائما معاي لأن بالسفر ما أدري أصير شوية حركية أكثر، فهذا لازم يكون بجنطتي. بس كذي خلص فيديو اليوم، إن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا فيه. لا تنسون إذا حبيتوا الفيديو تسوون لايك، إذا عندكم اقتراح كومنت أو استفسار تكتبونه بالبلوج أو بالإنستغرام. لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يصلكم إيميل كل جديد ينزل القناة. شوفكم إن شاء الله بفيديوهات الجاية، باي باي.